اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في تغطيه جديده بنستعرض من خلالها حاله الطقس. وبتتوقع هيئه الارصاد الجويه طقس مائل للحراره نهارا على القاهره ومعتدل على السواحل الشماليه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس هيكون معانا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي عشان نعرف منها تفاصيل اكتر عن حاله الطقس واهم الظواهر الجويه اللي بتشهدها البلاد خلال الايام والساعات القليله المقبله. اهلا بك يا دكتور ومنورانا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك. في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك حاله الطقس هتبقى عامله ازاي خلال اليوم وحتى يعني بدايات الاسبوع المقبل. يمكن احنا اشتغلنا على مدار هذا اليوم بالتحسن في الاحوال الجويه. بدانا نلحظ في زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. فرص الامطار قلت جدا عن اللي شاهدناها امس واول امس. اليوم فرص الامطار هي امطار خفيفه جدا غير مؤثره على اعمال الانشطه اليوميه، نسب الحدوث ضعيفه جدا. مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه ممكن نلاحظ امطار خفيفه في اغلب المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه، بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، ممكن كمان تمتد لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن ناكد كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما. بالاضافه كمان العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع تكون 28 درجه مئويه، يعني احساسنا بالطقس فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد، معتدل على سواحلنا الشمالية ودي اغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، حر على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل وخلال الساعات القادمة مع غياب أشعة الشمس هتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان إن احنا مستمر معانا تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، نتيجة طبعا الاستقرار في الأحوال الجوية وكميات الرطوبة الموجودة في الجو نتيجة الأمطار. في تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشمالية مدن القناة وكمان محافظات شمال الصعيد، وهتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية لأن احنا الفترة دي الشبورة هتستمر معانا كمان لبداية الأسبوع القادم. فاحنا مهم يعني ننصح السادة قائد المركبات والمسافرين على الطرق في ميعاد تكون السبورة المائية لازم القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور لأنها هتؤدي لانخفاض واضح في الرؤية الأفقية. طيب لو احنا هننصح المواطنين وخاصة الأطفال وأبنائنا اللي طبعا بيروحوا المدارس في مختلف المراحل التعليمية بطبيعة الملابس اللي ممكن يلبسوها خلال الفترة دي، يعني هو احنا طبعا خلال فترات النهار متوسط درجات الحراره ما بين 27 و 28 درجه مئويه، يعني احنا بنحس بالدفء فترات النهار، لكن فترات الليل وخاصه الليل المتاخره والصباح الباكر بنشعر بالاجواء المائله للبروده. فاحنا خلال الفترات دي بنرتدي الملابس الخريفيه خاصه الاطفال اللي بيروحوا المدارس الصباح الباكر، او احنا لو بنرجع من اشغالنا في الساعات المتاخره من الليل هيفضل اصطحاب جاكيت معانا لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتديه. احنا خلاص ما فيش ملابس صيفيه، الملابس كلها دلوقتي هي ملابس خريفيه مع وجود جاكيت احتياطي لو حسينا طبعا بانخفاض درجات الحراره. مهم كمان ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه لان احنا دايما بنقول ان الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، مش بس في الظواهر الجويه كمان في خرائط الطقس وفي التنبؤات، فوارد جدا في اي وقت بيحصل تعديل في خرائط الطقس وفي التنبؤات الجويه، فلازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. دايما لازم قبل ما اخرج من البيت اعرف حاله الجو ايه عشان ابدا اتعامل مع اي ظروف جويه مختلفه. احنا لمنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون في استقرار في الاحوال الجويه زي ما ذكرنا، كمان يعني مع يوم الاثنين والثلاث القادمين درجات الحراره هتكون 26 درجه مئويه، يعني معدلاتها الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الظاهره هتكون مؤثره معانا خلال الايام القادمه هو الشبوره المائيه، دي اكتر ظاهره مؤثره معانا رغم وجود الامطار اللي هتبقى موجوده معانا خلال الايام القادمه، لكن هي كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. دكتوره منار غانم عضو الهيئه العامه للارصاد الجويه بنشكرك جدا على وجودك معانا وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا خلال التغطيه. شكرا يا فندم، شكرا. خليني قبل ما اختم مع حضراتكم نتكلم عن درجات الحراره المتوقعه الخميس. القاهره العظمى 28 درجه والصغرى 20، الاسكندريه العظمى 26 درجه والصغرى 19 درجه، مرسى مطروح العظمى 25 درجه والصغرى 19، سوهاج العظمى 29 والصغرى 16، وقنا العظمى 30 والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة. دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحالة الطقس اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع.